نرجع تاني بقى والحديث عن التحكيم، فقره خاصه حصري مع العالمي الكابتن احمد شناوي. كابتن، مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، مساء الخير يا كباتن. النهارده مباراه النادي الاهلي والاتحاد المنستيري التونسي، كان طاقم يعني اللي هو بقياده الزامبي جاني سيكيزوي، وده الطاقم اللي هو وصل بيه كاس العالم. يعني خلاص جاني رايح كاس العالم، ودول اللي كان معاه دايما المساعد اللي هو الانجولي جيرسون والموزمبيقي، كان الحكم الرابع حكم من بلده من زامبيا. لكن عايزين نقول قيمه الفار بقى، الكلام اللي هو المفروض بقى يتطبق، يعني الحاجات دي هتبقى مؤثره جدا. شوف، هل في تسلل ولا مفيش تسلل؟ اهو تسلل مش موجود، هنا بقى المساعد بيضطر بيرفع خلاص بقى، يعني بختك ابو مخيط. لكن في الفار هتلاقي المساعد ده من المساعدين الكويسين، هتبص ليه بيعمل الديلي سيجنال. وهنا انا عايز اقول ان يعني من الفائده الكبرى في تقنيه الفار التسلل، مفيش كلام، يعني بتفيد بشكل كبير، بتدي الفرصه لان المساعد عنده اوبشن ان يستنى، سواء كان التسلل مش تسلل، ما يضيعش فرصه هجمه، ما يضيعش يبقاش هدف تسلل ويحتسب. فبالتالي هنا التسلل مش موجود، وقرار المساعد طبعا ما انا ما اقدرش، لعبه صعبه خط واحد، ويعني ما اقدرش اقول انها سهله. نيجي هنا اللعبه، هنا طبعا التسلل موجود وسهله بالنسبه له. ليه؟ خط ال 18، خط منطقه الجزاء، هو طبعا بيسهله، الى جانب وضوح برضو لحظه لعب الكره ووضوح تقدم لاعب النادي الاهلي لحظه لعب الكره، واضح جدا التسلل. وانا عايز اقول ان تقنيه الفار ما تبتدي من دوري المجموعات، بعتقد هيبقى العداله شيء هتوصل، مش هقول 100%، انما على الاقل 90% في من يتاهل للادوار النهائيه للبطوله. نيجي للحاله اللي بعد كده. هنا الحكم دائما، انا دايما بقول حاجه، مش عارف كان يا كابتن سيف دايما بتقولها لي، الالعاب دي الالتحامات اللي جايه، شوف هنرجع بس من هنا، الناس تقول هنا في فاول، ممكن كانوا بيقولوا عايزين ركله جزاء، نرجع ورا كمان ورا كمان ورا ورا نرجع ورا. بص مين ورا؟ لاعب المانستير، بص بيعمل ايه؟ بيعدي عايز ياخد من جزء ايد لاعب النادي الاهلي، فبيحصل التحام بيسقط وبيسقط مع لاعب النادي الاهلي. هنا لو هنحتسب مخالفه هتبقى على لاعب الاتحاد المنستيري وليس على لاعب النادي الاهلي، لان الناس كلها قالت في ركله جزاء، في دفع من مدافع النادي الاهلي للاعب، لكن ليس هناك دفع. ده واضح جدا ان لاعب الاتحاد المنستيري هو اللي خلق ودفع، فبالتالي الثاني زقه، فده يعتبر في تبادل، لكن الخطا من الاول كان ضد لاعب او مهاجم الاتحاد المنستيري. اه بص، مش دي الخطا، مش هنا خطا في اللعبه دي، هنا مش باينه طبعا من الكادر ده خالص، لكن من اللايف موضحه كمان الحكم عن قرب وشايف، وبالتالي شاف ان مفيش اي حاجه، هو المخالفه تعتبر على لاعب الاتحاد المنستيري وليس على لاعب النادي الاهلي. هنيجي للعبه هنا بقى، بص نقف نرجع هنا لقطه. الحكم هنا الخطا واضح، الحكم يا كابتن سيف اذا افتقد المكان افتقد القرار. لا، الحكم في دي افتقد كل حاجه يا كابتن. ما انا بقول لك يعني ليه مش بقى لها علاقه بمكان ولا مش مكان. ما هو كره عدت والراجل مش عامل تراي على الكوره، والراجل رايح على رجله مباشره، كل حاجه. ما هو الحكم جاي من بعيد قاطع، لو احنا رجعنا بس كده هتبص تلاقيه هو، بص وهنا ماشي بيقع كمان اهو، هتبص تلاقيه اهو. بص بقى هنمشي كده، بص فين الحكم؟ فين الحكم؟ مفيش حكم. ماشي، اللاينز مان واقف يا كابتن. لا، المساعد ما يدروش في دي. مش بتاعته. بعيد، بص الحكم لسه جاي فين؟ ايوه يا كابتن، بس برضه مش بعيد. ايوه مش بعيد. انا عايز اقول، وعلى فكره يا كابتن، الحكم حتى هي الفاول موجود. الكوره بخبره الكوره اصلا، بخبره الكوره. ايوه، الراجل عدى. الاحساس بان بالفاول دي قصه ثانيه، هو هنا ما يعني انا مش عايز اقول. الحكم هو يا كابتن. لكن هو بعيد، لكن احساس الفاول مش عنده. قريب بس بعيد، هو عايز يشوفه قدامه، ما شافهاش. هو نظره هنعمل ايه بقى؟ الله، هو بيشوف الفاول. كل يوم بنتعلم حاجه جديده. بص يعني قريب بس بعيد، شوف الفاول من 3 متر. انت عايز تبعده وخلاص يا كابتن. لا، مش انا جاي، هو جاي عمودي من بعد، ما كانش يعني المسافه دي خلاها بعيده. ما فيش حاجه قطع عليها كابتن بينه من الراجل، يعني أيوة. الرؤيه واضحه اهي. لكن سؤال الاحساس باحتساب الخطا، شوف بص هنا بقى، هو مش موجود في المنطقه الزاويه دي، هو بعيد لسه، بعيد، هو جاي مندفع بيفتح فاتح سبرنت ما شافش، فبالتالي لكن الفاول موجود، ما فيش فيه كلام يعني.
وخلي بالك اللعبه زي دي هتبقى فاول وانذار طبعا، لان هنا الهجوم الواحد موجود. كابتن لو في فار تحسب دي ولا لا؟ هنا الفار ما يقدرش يتدخل فيها لانها خارج منطقه الجزاء. هو 18 هنشوف بقى الحاله اللي بعد كده. الهدف اللي اتلغى التسلل، طبعا الناس تقول ما فيش تسلل، وفي تسلل، لكن التسلل موجود ويعني واضح وضوح يعني. هنشوف دلوقتي هنا اللي استلم الكرة متسلل وليس الذي احرز الهدنوفس، اهو متقدم بجزء بجسمه لاعب النادي الاهلي، خلاص التسلل موجود. هنا بقى المساعد بجسمه كابتن سابق، حته بحته بجسمه مش برجله، حته بجسمه كده من يعني الحته اللي فوق كتفه براسه والحاجات دي مسابق، خلاص يبقى التسلل موجود. والمساعد هناك الموزمبيقي يعني من المساعدين الكويسين جدا، ورفع على تسلل والتسلل موجود وقرار قرار صحيح. لكن مش ما يجيش يقولوا ان اللي احرز الهدف ده كده، لا ده لو مش متسلل وراحت للاعب اللي جاب الهدف هدف صحيح. نيجي للعبه دي، هنا الحكم شوف عنده الرؤيه، اللعيب ايده ورا منه وحاططها بالشكل ده، بعتقد حتى تيجي في ايده هتيجي في الشكل ده، ما اعتقدش رابس اليد هتكون موجوده، ان الايد ملاصقه للجسم مش واخده حيز، ما منعتش اي حاجه. ابص اللعيب اهو بالشكل ده، لكن لو كانت ايده بقى خارجه من بره جسمه البعيد بالشكل اللي انا عامله كده، لا كانت هيحتسب. الحكم عنده رؤيه وقريب ولم يحتسب، والقرار قرار صحيح. انا يعني بعتقد ان دوري المجموعات في البطوله الافريقيه هيكون له دور كبير جدا الفار في تحديد حاجات كتير. انا بعتقد ان الفار يا كابتن هو كلمه السر في الماتشات الافريقيه بالظبط. الى جانب انا عايز اقول النهارده مثلا جايبين حكم يعني من رايح كاس العالم، خلاص الماتشات المهمه بعتقد ان الاتحاد الافريقي واخد قرار الماتشات المهمه خاصه اللي طرفها فرق شمال افريقيا مع فرق والحاجات دي كلها، هيبدأ يحط لهم من الحكام اللي هم متميزين في الكاتيجوري ايه، مش هيجرب فيهم حاجه، واخدين قرار بالشكل ده. وانا شايف ان ده صح عشان البطوله تنجح، تبقى البطوله يعني على حق نجاحها في كل حاجه، حتى على تقنيه الفار هينقوا افضل من هو اداؤه في تقنيه الفار بشكل جيد. شرفتنا ونورتنا يا كابتن. انا اشكرك.